الأوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. الآب من السماء بصوت يقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. والابن في مياه الأردن يقبل العماد من يد يوحنا المعمدان، والروح القدس يأتي مستقرا عليه. والأول مرة في الكتاب المقدس يستخدم التعبير ده، الروح نازل مثل حمامة ومستقرا عليه، لأن زمان في العهد القديم الروح القدس لما كان بيحل على الأنبياء أو الملوك كان بيحل حلول مؤقت لكنه لا يستقر. يحل على الإنسان يقول النبوة أو يعمل العمل ثم يفارقه الروح القدس، لكن لأول مرة الروح يستقر على الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية اللي خدها السيد المسيح. ليه الروح القدس استقر على السيد المسيح اللي كان بيحوينا كلنا في جسده؟ لأن السيد المسيح كان موضع سرور الآب وموضع راحة الآب، لأنه جه أخلى ذاته، يقول: ما جئت لأصنع إرادتي بل إرادة الذي أرسلني، طعامي أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. كانت مشكلة الإنسان إن الإنسان ما بيطوعش ربنا، إن الإنسان ماشي بدماغه من أول آدم وحواء لحد كل واحد فينا. مشكلة كل واحد فينا إن أنا ماشي بدماغي، ما بعملش اللي ربنا بيقوله، وما بعملش اللي ربنا بيقوله حتى في الخدمة، ماشيين بدماغنا، كل واحد ليه وجهة نظر بيعملها. ليه ما بنمشيش حسب ربنا؟ لأن كل واحد لينا ليه إرادة خاصة، كل واحد فينا شايف اللي هو عايزه وبس، وبيفتكر إنه لما يعمل اللي هو عايزه يجد راحة، فكل واحد فينا بيصر على اللي هو شايفه وعلى اللي هو عايزه. فاحنا ما بنعملش إرادة ربنا، إما لأننا مش قادرين، بنحس إن إرادة ربنا صعبة علينا، أو مش عارفين نعملها إزاي، أو في أغلب الأحيان مش عايزين، مش عايزين، ما عندناش رغبة. هم دول التلات حاجات اللي بيخلوا الإنسان يحيد عن الله، إما مش عارف أو مش قادر أو مش عايز. ممكن أكون عارف بس مش قادر، وممكن أكون قادر وعارف بس مش عايز. لكن المسيح جه يعمل كل اللي أنا مش قادر أعمله ومش عارف أعمله ومش عايز أعمله، وجه يعمل ده بجسدي ببشريتي، خد كل جسد البشرية وابتدى ينفذ اللي عجز الإنسان عليه إنه يعمله. كان يبتدي الطريق من حيث انتهى الإنسان، إنسان غلط لكن رفض إنه يعتذر ويقول أنا غلط. لما سأل ربنا آدم إيه اللي أنت عملته، قال له: أنا مالي، المرأة اللي أنت جعلتها معي، حتى ما قالهوش التي أعطيتني إياها، يعني ما كانش حاسس ان دي بقت عطيه من ربنا، قال له: التي جعلتها معي، مش انت اللي حطيتها لي؟ ورفض
انه يقول ان انا اللي غلطان. مش جاب بس الغلط على المرأة، لكن جاب الغلط على ربنا. انا كنت قلت لك حطها معايا، وايه يا حواء اللي انت عملتيه؟ قالت وانا مالي، الحية غرتني، انا كنت قلت لك اخلق الحية. وما زال كل واحد فينا يأبى ان يعتذر، وحتى لو قال انا اسف بيقولها من تحت الدرس، او يعني عشان يشتري دماغه ويريح نفسه، لكن ما حدش بيقولها بقلب تايب فعلا. انا غلطان. بيبقى الانسان عارف كويس نفسه ان هو غلطان، لكن لازم يقاوح، لازم يعترض، لازم يرمي الغلط على اي حاجة تانية، على الناس، على الظروف، على ربنا. فعشان كده كان لازم السيد المسيح يبتدي طريق خلاصنا من حيث انتهى الانسان بفشله. انسان انتهى انه مش عايز يعترف بخطيته، فجه المسيح يقف بدالي وبدالك وبدالك في طابور المعترفين، بالرغم انه لم يفعل خطية ولا وجد فيها اي عيب، لكن هو وقف واحنا راسه قدام يوحنا المعمدان، واعتمد بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، بالرغم ان هو بلا خطية، لكن اعتمد عني وعنك، عشان بعد كده كل واحد فينا يتحد بيه بمعموديته. عشان كده احنا بنعتمد على شبه معمودية المسيح، ننال التبرير اللي صنعه المسيح، وننال الغفران اللي عمله المسيح. لما يوحنا امتنع وقال له ازاي انا اعمدك، ده انا اللي محتاج ان انا اتعمد منك، قال له اسمح الان لنكمل كل بر. ايه البر يا رب اللي انت عايز تكمله؟ قال كل بر الانسان معرفش يكمله وما قدرش يكمله او مش عايز يكمله، انا جيت اعمله بداله. مش كده الناس بتستعجب؟ هو لما كان بيصلي، كان بيصلي لمين؟ بيكلم نفسه؟ لا، هو كان بيصلي بدالي وبدالك. الصلاة دي الدخول لمحضر الاب، وكلنا هربنا من الله، فهو جه ودخلنا المحضر الاب تاني. لما صام، كان بيصوم ليه؟ هو محتاج ياكل ويشرب، لكن هو صام عني، انا اللي رفضت ان انا اصوم وامتنع عن الخطية، المسيح صام عنا، المسيح تاب عنا، والمسيح تألم عنا، ومات عنا، وقام لأجلنا، عمل كل الأعمال البشرية بدالي وبدالك. وبقى كل واحد فينا يتحد بالمسيح ينال البر اللي صنعه المسيح. عشان كده كان تدبير الإلهي في الخطة الإلهية لخلاص الإنسان أن يبتدئ المسيح خدمته في سن 30، بأن يجوز نهر الأردن ويعتمد في الأردن. والروح القدس اللي حل ده مش حل علشان المسيح، لان هو والروح القدس واحد، لكن حل من اجلنا، لان المسيح اللي جدد طبيعتنا قدر الروح القدس انه يجد مستقر يسكن فينا. عشان كده بقينا كل واحد اتعمد مع المسيح، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. ساكن يعني مستقر فيكم. ده رأس فرحتنا ورأس عيدنا. لو الإنسان ذهنه ووعيه انفتح لمعنى هذا العيد، عيد الظهور الإلهي، إن الله نستطيع أن نعاينه. نعاينه ليس بالجسد ولا بالعينين الجسدية، لكن نعاينه بحلوله فينا.
بحضوره فينا. لكن في رنة أسيفة ومؤلمة جدا للغاية، الآية اللي قالها يوحنا المعمدان ما زالت تتردد صداها حتى الآن. يوحنا بص للناس كده وقال لهم: في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه. إن ما زال المسيح قائم في وسطنا بس ما حدش شايفه، حدش شايفه، حدش مهتم بيه. احنا بنهتم بالشكل، بالمنظر، باللبس، فلان جه وفلانه جات، وهناكل ايه وهنعمل ايه، وده بيتكلم وده قاعد ازاي وده بيعمل ايه. لكن مين اللي دور على المسيح القائم في وسطنا الان؟ ده من اول ما دخلنا القداس وهم بيقولوا الشمامسه لحن بقوره، بيقول إمانوئيل بالنوتي، إمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه وبالروح القدس. لكن إمانوئيل ده حمل الله الذي يرفع خطية العالم، لا يستطيع أن يراه أحد إلا اللي شاعر بخطيته، اللي شاعر بخطيته وجاي يقول لربنا: أنا محتاج لتبريرك، أنا محتاج يا حمل الله إنك ترفع خطيتي عني. كان زمان في العهد القديم لما يقدموا ذبيحة عن الخطية يسموا الذبيحة دي ذبيحة كفارة. كفارة يعني إيه؟ كفر، كفر يعني يغطي. خطية موجودة لكن الذبيحة بتعمل ايه؟ بتغطيها، بتسترها، بس لكن ما زالت موجودة. لكن ذبيحة المسيح مش كده. المسيح مش بس بيستر على الخطية، لكن يوحنا المعمدان قال: هو ذا حمل الله الذي يرفع. كلمة يرفع بالانجلش تيك اواي. تيك اواي يعني ايه؟ ياخدها ويرميها بعيد. ده التبرير بتاع المسيح، ان المسيح يغفر مش بس انه يسامح، لكن يغفر كأن الخطية لم توجد اصلا، كأن مفيش اتهام ضدي، مفيش قضية ضدي. ده معنى التبرير، اني مش باخد حكم البراءة، ده أنا أصلا ما عليهاش قضية. ده تبرير المسيح، يشيل الخطية خالص ويرميها بعيد عن الإنسان، مش مجرد أنه يستر على الإنسان. الإنسان اللي جاي بخطيته وجاي باحتياجه وبيدي اهتمام والتفاتة للمسيح هو اللي هيقدر يعاين المسيح. المسيح اللي قال عنه يوحنا: في وسطكم قائم، موجود، الذي لستم تعرفون. لكن هو بيشاور لنا اللي عايز يعرفه، يعرفه حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لو سأل الإنسان نفسه: احنا بنعيد عيد الظهور الإلهي، يا رب انا عايز اشوفك، عايز اشوفك حقيقة في حياتي، عايز اشوفك بحضور حقيقي، انت مش وهم، مش خيال، مش شوية افكار، مش شوية مواقف صعبة بتعديدي منها، لكن انا عايز اشوفك، اتمتع بحضورك. هو جاي عشان يستقر، يسكن معانا. مين اللي يديله الفرصة انه يتمتع بهذا الاستقرار ويتمتع برؤية الله؟ اعتقد ان هذا الانسان امور كثيرة تتغير في حياته، وفرحة هذا الانسان لا يعبر عنها. ربنا يدينا القلب والعينين الروحيين اللي يقدروا يشوفوا ظهوره الالهي. ولربنا المجد دائما ابديا امين.